والله يأتينا زمن ووقت معاش تنفع. الذي يقرأ كتاب الله عز وجل يستفيد من هذه الآية يحطها قدام عيونه لا أفيدة. يا ليتني قدمت لي حياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالإنسان يقدر هذه الفرصة العظيمة المباركة. كم من أناس حرموا منها وكم من أناس ماتوا وكم من الناس الآن يتفرج عليكم أهليكم وناسكم يتمنوا والأشواق هي إلى بيت الله الحرام. فإذا الإنسان يقتنم هذه الفرصة ويقتنم هذه الأيام المباركات أرى أيام التشريق هذه مزاج فيها الدعاء والتكبير والتسبيح. الناس هناك في البلد في بلدانهم يتشبهون بكم. ليش يكبروا هذه بعد الصلاة؟ لأنهم يتشبهوا بالحجاج يكبروا بعد الصلاة. أما إحنا الحجاج مفروض نكبروا طول الوقت نكبروا. الإنسان يعطي فرصة ليرتاح فيها للأكل للشرب للترويح عن نفسه لأنه ربما تنبح حتى شيء يرتاح شوية مثلا. أما غير ذلك ما يعطيش فرصة للهدف زي الكلام الزاني جبت لي وقليت لي وديرت لي ومدرت لي من جدل. لا 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 اضرب حتى تبني عندك هي تبني تهدف فيه وتناقش فيه وتجادل فيه تخليه بعد تروح في الأرض المباحة. لكن أنت الآن هنا ممنوع من الجدل التضرع التضجر من العبادة راه على خط أمر خطير أمره خطير. اللي يتضجر يقول قالب هي مات زقح والله هي مات حام وإلا هي مات يوم جنت تمه. والله لي في رمضان يسمعت الشيخ قسم بالله والله سيحاسبني على ما شباب في عز الشباب وعليهم سبت الصلاح بعد ما تمينا الختمة في ليلة 27 جي طالع قال يلا بعده فيها انتموا عشرة يعني كأنه هو محصور بالختم تم الختم عشان في شيء جي طالع هيا قال له بن داود معناه بيمشوا للتسوق السوق بتاع بن داود باش يمشوا للطاعة قال له هاي انت بن داود اقعدوا فيها انتموا عشرة. أليست هذه الكلمة ولعل الكلمة هذه لو نقلت ورآها صاحبها في الإعلام ولو واحدة سيتذكرها لقان في رمضان بعد ليلة الختم في رمضان هذا الماضي في مكة في السطح في التوسعة الجديدة اللي قال اقعدوا فيها انتم والعشرة. أليست هذه كلمة مما تحبط الأعمال؟ كيف انت العشرة؟ عشرة المباركات عشرة التي وفيها نزل القرآن وليلة القدر التي تقول اقعدوا انتم استعلم من متجمل المال حتى جاي تبي تقول بشيخ وبنت والله بيجتهدوا في المشاهد لا 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 الإخلاص راه أمر عظيم يا جماعة الخير. الإخلاص بينك وبين الله أمر عظيم جليل. ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على الخشوع وعلى الإخلاص. درب نفسك وين تبي تتكلم عن الموضوع وتباهي فيه شد نفسك حتى زي ما قلت مرة كان الدين شد الفرير الصادق بين الفرير ما نوش لا افتلوا نسيت. لكن الإنسان يصطاد ويستمر ويقع في الذنوب والمعاصي والرفث والفساد والقتل هذا يضيع أجر الإنسان. فإذا ابن إبراهيم عليه السلام جاءه الابتلاء والطلب بأن يذبح ابنه فتعرض له الشيطان ووسوس له فرماه ثم تعرض له في الوسطى فرماه ثم تعرض له في الكبرى فرماه. وقيل أنه نام والناس اللي حوله سمعوا به قالوا له يا إبراهيم شو القصة؟ هناك واحد يذبح ولده في بالك أضغاط وأحلام سكت. فجاءه في اليوم الثاني المنام منام الوحي وأخبره بأن يا إبراهيم ينبغي عليك أن تذبح الولد أن تفدي الولد. ثم جاءه اليوم الثالث ثم في اليوم الثالث امتثل الأمر. هذا اليوم الثالث اللي جاءه طرحة لما تله للجبين فلما أسلم وتله للجبين ناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا صدقت الرؤيا يا إبراهيم انت تل. علماء الأصول يقولوا ما فوائد الأمر التي تدل على التراخي وتدل على الفور ما فوائدها؟ يقولون هي فوائدها الامتداد. في بعض الأوامر مرات ما تضيفش حتى الحكمة تفعل كذا. انت بيقول وين الحكمة في هذا الأمر اللي بتديرها؟ ما بين ما فيش مقصد لا شرعي لا دنيوي لا غايب الأمور. ليش الله يقول كذا؟ انت الامر هو الامتثال لمجرد تقول يا ربي سمعنا وطعنا شو بتدير امتثال لايه قرانيه وحديث نبوي ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم انت تعجب بهذا الامر. ولذلك جاءه النداء مباشره
جره بالموس ليلى، لان الميديا التي جر بها يعني قيل في اهل التفسير ذكروا هذا الاقوال.